ولإلقاء المزيد من الضوء على الاقتصاد الأمريكي والعالمي وتأثير محضر الاحتياط الفيدرالي على الأسواق، ينضم إلينا عبر التيمز السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك معنا السيد رائد. بداية نريد أن نعرف تقييمك لمحضر الاحتياطي الفيدرالي، وهل تراجع الأسهم الأمريكية أمس نتيجة عدم وضوح الرؤية بخصوص الفائدة؟ حقيقة محضر الاجتماع الفيدرالي الأمريكي نوعا ما خيب أنظار المستثمرين، وذلك سبب تراجعات واضحة في أسواق الأسهم نظرا لأنه لم يزود بوضوح أكثر بموعد بدء تقليص أسعار الفائدة من قبل الفيدرال الأمريكي، والذي كانت تنتظر الأسواق أن يعطي هذا المحضر بعض الإشارات إلى الموعد المرتقب، خصوصا أن هناك أقاويل أخيرة كانت تقول أن إمكانية بدء التقليص قد تكون في وقت مبكر من العام الجاري 2024، وربما في موعد يعني شهر مارس، إلا أن ذلك لم يتم توضيحه من قبل المحضر، وإنما اكتفى المحضر بإرسال إشارات إيجابية لسيطرة الفيدرالي بأسعار الفائدة الحالية على مستويات التضخم دون أن يكون هناك أي ضرر سلبي على الاقتصاد الأمريكي. طبعا ما نريد الإشارة إليه لأنه ما حدث فعلا هو تأثر الأسواق بمحضر الفيدرال الأمريكي، وليس يعني كانت الأسواق يعني هناك خيبة أمل أو ما شابه ذلك، إنما المحضر لم يأتي بوضوح كما يتوقع المستثمرين. بالانتقال إلى الاقتصاد الصيني الذي لم يكن في أفضل حالاته في العام الماضي، ما هي توقعاتك له في 2024؟ يعني أستاذة شمسة، نحن الاقتصاد الصيني أظهر تباطؤ ضعف، وكان أداؤه دون المتوقع، وخصوصا مع بعض الأزمات التي ضربت قطاع العقارات على وجه التحديد، والتي أيضا يعني ألقت بظلالها السلبية على عديد من القطاعات الأخرى داخل الاقتصاد الصيني، ورأينا أيضا انعكاسات ذلك على بعض المنتجات مثل النفط وتراجع الطلب وما إلى ذلك. بالتالي من المتوقع خلال عام 2024 أن يكون هناك تحفيز أكبر حكومي وربما نقدي من قبل صناع السياسة النقدية والمالية في الصين لدفع عجلة الاقتصاد بطريقة أسرع خلال العام الجديد 2024، وربما أيضا بعض حلحلة بعض التأزمات والتوترات التي كانت موجودة ما بين الاقتصاد الصيني والاقتصاد الأمريكي، أو يعني القيادة الأمريكية والصينية، والتوصل إلى بعض التفاهمات فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، وأيضا توقف هذه الصراع على السيمي كوندكترز أو وجود حلول نوعا ما وتقارب وجهات النظر، ربما ذلك قد يوفر بعض المساحة للاقتصاد الصيني الذي عانى في بدايات العام الماضي من الإغلاقات الحكومية واستمرار ضغط أزمة وجائحة كورونا على الاقتصاد الصيني، بالتالي كانت نتيجته ضعف وتراجعات في كل من المؤشرات الصينية هانغ سينغ وشنغهاي. إجمالا من المتوقع خلال العام 2024 أن تكون الصورة أفضل بالنسبة للاقتصاد الآسيوي الكبير. نعم السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك.